سواء كنت من الجيل القديم أو من الجيل الحالي أو يعني بتحب المزيكا بشكل عام، مفيش حد ما يعرفش موسيقار الأجيال، مفيش حد ما يعرفش محمد عبد الوهاب، مفيش حد ما بيحبش أعمال محمد عبد الوهاب إن كان اللي غناها أو اللي لحنها. في كمان بقى حاجة مهمة جدا لكل محبين الموسيقى ولكل محبين محمد عبد الوهاب تحديدا، في متحف الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي لازم كلنا نروح ونشوفه الحقيقة، لأنه ما راحوش فايته كتير جدا. في حاجات كتير قوي في هذا المتحف، بداية بقى من المبنى نفسه بتاع المتحف اللي بيعتبر تحفة معمارية وبيؤرخ مش بس للموسيقار محمد عبد الوهاب، الحقيقة هو كمان بيعتبر ذاكرة للموسيقى العربية. هتلاقي فيه كل حاجة، النضارة الشهيرة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، البيانو بتاعه، النوت اللي فيها أجمل مقطوعات موسيقية وألحان لأهم المطربين والمطربات، حاجات كتير جدا تعالوا نتابعها مع حضراتكم في هذا التقرير. مهما طال الزمن هيفضل زمن الطرب الأصيل من فن وألحان وموسيقى محفور في وجدان الشعوب، خاصة لما تسمع لموسيقار قدر بإيده وعوده أدواته المختلفة إنه يترك بصمة مش بس في أغانيه وألحانه، لكن كمان في المكان الجميل ده اللي بيحكي وبيفكرنا بنشأته ومشواره الفن العظيم اللي عايشين على ثرائه وقيمته. هنا متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هنكون معاكم في جولة نستعيد فيها ذكريات الموسيقار الراحل ما بين حياته الفنية ومقتنياته الشخصية. متحف موسيقار محمد عبد الوهاب بيجمع مجموعة نادرة من المقتنيات الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب، منها الفنية ومنها الشخصية. المتحف أول ما يدخل الزائر بيشاهد العود الخاص بالفنان محمد عبد الوهاب، العود صناعة 1962 للصانع علي خليل المصري. بجوار العود عصا القيادة من الأبانوس اللي قاد بها فرقة الموسيقات العسكرية لإعادة توزيع النشيد الوطني وألحان موسيقار الشعب سيد درويش. البطاقة الشخصية الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب، الاسطوانة البلاتينية اللي حصل عليها كأول فنان عربي وتالت فنان على العالم، وغنى أغنية الليل لما خلي اللي غناها في افتتاح معهد الموسيقى العربية سنة 1923. بعض المقتنيات الشخصية، نظارته وساعته، مصحف صغير، ريشة النعام كان بيعزف بيها على العود، الكارنيه الخاص بالفنان محمد أبو هاب وهو عضو مجلس الشورى، والبدلة السموكن اللي مثل بيها فيلم الوردة البيضة، بعض الجرافطات والروب دي شامبر، أيضا التليفون الخاص بيه، البيانو الخاص بيه، الكرسي الهزاز اللي توفى عليه 3/5/91 الساعة 12 إلا 3 دقائق، توقف زمن الإبداع. ونختم المتحف بصورة ليه هو ومدام نهلة القدسي اللي ليها أكبر الأثر في إنشاء المتحف سنة 2002، تبرعت بجميع المقتنيات الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب هي وأولاده. طبعاً إحنا خلفيتنا خلفية الموسيقار، بعض النياشين اللي خدها مش كلها، الاستقلال الليبي، الأردني، سلطنة عمان، بعض النياشين اللي خدها من الدولة المصرية. طبعا اكبر تكريم للدوله ان هي كانت الجنازه العسكريه. بالنسبه لقاعه الاستماع، هي بتجمع كل ما هو طلع للنور من اعمال الموسيقار واللي ما طلعتش، يعني الافكار الخواطر اللي ما بقتش اغاني موجوده طبعا تحت امر المستمع او المشاهد انه يشوفها يوميا من الساعة 10 للساعة 3. غرفة الاستماع فيها حوالي 72 ساعة عن أعمال الموسيقار، حوالي 4 أيام متواصلة استماع عن طريق التاتش والسماعات الخارجية، وفي سماعات الاستماع هيعيش معاه كأنه موجود معاه في حياته كلها. اللي ما يعرفش عبد الوهاب يشوف نشأته ويشوف علاقته ويشوف التكريم اللي أخده ويشوف دي بره بقى إيه مواضيعه والألحانه وحاجة، يعني بصراحة هو في ناس بتحب الفن
وناس متخصصة في محمد عبد الوهاب بالذات. احنا جينا في زيارة مصر وجيت خصيصا اليوم على متحف محمد عبد الوهاب عشان عندي ذكريات كثيرة مع محمد عبد الوهاب. أول ذكرى لي مع محمد عبد الوهاب كنت وأنا صغير، كان أبوي الله يرحمه بالسيارة عنا كاسات من غرليه، يعني ما شاء الله يعني عملاق من عملاق الموسيقى العربية، وكنت منبهر يعني بالذكريات والصور الجميلة اللي كانت مع عملاقة الفن ومع الزعماء العرب. يعني برافو على المجهود في المتحف هذا. مكانة تاريخية كبيرة لهذا المتحف الذي استطاع أن يجسد تاريخاً يحكي فيه ذكريات فنية ومقتنيات شخصية لفنان أخلص لفنه، فطور من موسيقته وسطر اسمه في وجدان الشعوب ليظل محفوراً في قلوب محبيه الذين لقبوه بموسيقار الأجيال عبد الوهاب. محمود جميل، التلفزيون المصري. بصراحة اللي شفناه في التقرير اللي زميلنا محمود جميل ده مش مجرد يعني مقتنيات شخصية أو آلات موسيقية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لأن ده بيمثل جزء، الجزء ده هو جزء من الهوية المصرية، بالإضافة لكونه تاريخ محفور في ذاكرة المصريين والفن المصري والعربي كمان، اللي يمكن يعني تخطى بفنه حدود مصر وحدود المنطقة العربية. المتحف ده بيعتبر فرصة للأجيال الحالية بقى، الأجيال الجديدة، إن هي تطلع على عبقرية الفنان اللي قدر يغير في شكل الموسيقى في مصر وفي الوطن العربي، ويمكن ارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، لأن أثناء ثورة 23 يوليو 1952 حل نشيد الحرية محل إسلامية مصر، وده كان من كلمات كمان للشناوي وألحان طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار اللي ارتبط اسمه زي ما قلنا بكتير جدا من الأعمال الفنية، لأنه كان مش مجرد ملحن ولا مؤلف، لأنه كمان كان ممثل فنان متكامل.